صور تخص نجم العالمي فرانك بلال ريبيري اللاعب الدولي الفرنسي المسلم الذي هذه صورته مع عطال ومحرز. ثم سنشاهد فيديو بعد قليل لريبيري وهو يهنئ جمال بن ناصر في غرف تغيير الملابس. طبعا ريبيري زوجته وهيبة جزائرية وقد تنقل بطائرته الخاصة رفقة ابنته حيزية إلى ملعب القاهرة من أجل مساندة المنتخب الوطني الجزائري. إذا كان الفيديو جاهز نشاهده أو تحضرونه بعد قليل. نعم إذا ريبيري قلت زوجته وصولها جزائرية وابنته حيزية جاءت إلى ملعب القاهرة بالعلم الجزائري ونصرت الخضر إلى آخر دقيقة. ريبيري بعد نهاية المباراة نزل إلى غرف تغيير الملابس من أجل إلقاء التحية على اللاعبين وتهنئتهم بهذا اللقب الغالي. تحدث مع بن ناصر وتحدث أيضا مع كديورا وقال له باللهجة الجزائرية بصحتكم مثل ما استمعتم. لفتة جميلة جدا من ريبيري سرباح، يا ريت لو نشاهدها ايضا من اللاعبين الدوليين الجزائريين السابقين. ان شاء الله علينا مستقبلا. هذا مشجع تاع المنتخب ماهوش من اليوم. يشجع اللاعبين المحترفين في اوروبا ويتكلم مع بعض اللاعبين الجزائريين المحترفين في اوروبا يشجعهم يعني ما منذ زمان يعني وهو يلعب في البايرن يشجع. وتحدثوا يعني على المباراة تاع اليوم كانوا اللاعبين لعبوا يعني روح قتالية عالية روح رجولية. شفنا مثلا صورة تاع بن العمري لما انصاب والدم على وجهه بسرعة عاد الملعب وكان يعني غصبان باش يرجع. هذا يدل باللي اللاعب شوف اللاعب كانوا والله الصورة اسمح لي سربحة الصورة تتحدث عن نفسها. نعم دماء اللاعبين تسيل فوق عرقهم يعني سال عرقهم وسالت دماؤهم. الحمد لله أن مجهوداتهم لم تذهب سدى. الحمد لله هذا يدل باللي اللاعب كانوا شاعرين بالمسؤولية اللي كانت أمامهم والحمد لله انتصروا والله كان معنا. هذا القميص اعتقد بانه جمال بالعمري بين في الليل صح كنا نلعبوا حسين قال نعم كان تلعب ومحمد كان يشاهد معايا قلت له هذا اغلى قميص لخان راح نفوزوا ويخبيه جمال بالعمري هكذا بالديما هذه بيكون اغلى قميص تاع اللاعب يلعب به والحمد لله يعني كان رجعنا لاعب كيما هذا يعطي لونفي للجوار الاخرين باش يقدموا تضحيات اكثر فوق الميدان. نعم تقلقنا حسين لما اصيب خفنا انه راح يخرج ولكنه وصل ما يخرجش. انا على بالي باللي حاجه في وجهه لاعب في وجهه ديفونسور كيما بالعمري ما ميولي وجهه قاع ما يحسلوش المهم يشوف. نعم على بالي بلي يكمل نعرفوه بلي جوار كورة وعاود دخل ويضرب كورة بالراس كأنه ماهوش مصاب. الحمد لله عاودنا يعني الطاقم الطبي عاود رجعوا يعني بسرعة الميدان وعاود غير الملابس تاعو بسرعة والحمد لله كما يقول لك اليوم ما منقولوا ما لعبناش مصح جبناه على الكاس. هذا هو البلوز امبورتون اليوم لونجو كما بالك كيف يقولوا بالعربيه محمد لونجو كان بلوز امبورطون كو لامانيير كو لو جو دونك كي سجلنا الهدف هذاك بسرعه ولينا نشوفوا الفوز هذاك حبينا نحافظوا على هذاك الفوز وعرفنا كيف نحافظوا عليه يعني كوليكتيفمون. ميم التغييرات تاع بالماضي كانت يعني جيده وعاولينا بخمسه اربعه واحد مع الاخير. نظن باللي كل شيء كان مركز وكانت القوة كاع مركزة باش ندوها الكأس هذا. شفنا اللاعبين يعني مركزين بداية اللقاء حتى نهايته ويعطيهم الصحة يعطيهم الصحة. نعم رجع لي صورة بالعملي اللي قالت هذه لا يجب أن تمر هكذا لأنه حتى بالعملي علق عليها على موقع التواصل الاجتماعي تلك الصورة بالقميص المخضب بالدماء. من فضلك عد لنا الصورة لأنه بالعملي غرد وقال بالروح بالدم أفديك
يا وطني حال هذه الصورة يعني يعني كنا نشعر بأن اللاعبين مستعدون للموت للتضحية بأنفسهم فوق أرضية الميدان في سبيل إهداء هذا الشعب العظيم هذه الفرحة الكبيرة. لقد نجحتم يا أبطال في إخراج الشعب الجزائري عن بكرة أبيه إلى الشوارع اليوم. تقول كي كان ينزف بالدم تقول والدماء الزاكيات الطاهرة. نعم هذيك تغريدة تاع يعني عندما تكلمت وريت الصورة هذه تاع بالعملية والله أنا حكمت لي خيبة أمل عندما سمعت معلومة يعني رسمية أنه يعني غير موجود في الفريق تاع لاكام. نعم لا كان غير موجود بدون فضلك جهز لي تشكيلة تشكيلة الكام دافعين أحسن مدافع ماشي أمن أحسن أحسن مدافع تاع لاكام وأنا متأكد أن يقولها بكل صراحة. أكيد أكيد كاش واحد دار أداء تاعه كما دار بالعمري عندما ما تلقاش في القائمة تاع السيليكسيون هذه دونك هذه اللجنة هذه اللجنة انتم يا مصطفى تقولوا لنا بأن الدوري السعودي ضعيف. لا لا ماشي على الدوري السعودي خلينا ما نتكلموش على الدوري ولا نتكلموا على الأداء تاعو بالعمري اليوم أنا قلت لك في هذا المشوار سي باش يعني داها دا المستوى دا على كوليبالي على كاينين مدافعين تاع محور كبار لعبوا تاع لا كوت ديفوار تاع داها لهم يعني بنعطية تاع المغرب تاع تونس. إذا عندما ما تسيبوش هكذا محمد ما هو الدور تاع هذه اللجنه التقنيه هذه ولا اللي راهم يديروا يعني هذو ما حشمو يديروا بزاف لاعبين سي تري غراف سي تري غراف اللي سي افي لو بروميير لو ماتر يعني في او نيفو باسكو تبدا من الله يعني صح تاع من مبولحي مبولحي داريني ميم با في اليوم ما داش مبولحي لون دي ماتش يديها بالعمل ايه ماشي غير لون دي ماتش حسين ما فهمتنيش في لو تورنوا توت انتي لو تورنوا بالعمري اي تي لو ميير راي سنترال انا معاك مصطفى احنا كنا وصفناه من الدور الاول وبعد يعني كان اكد ضد فريق غينيا وزاد ضد فريق كوت ديفوار وزاد ضد فريق نيجيريا واليوم ها هو النتيجه. يعني اليوم اثبت باللي احسن مدافع في الدوره هو بالعمري يعني بدون منافس يعني انا ما نديرهاش حساب بزاف هاد ليكيب تيب ولكن احنا نقولوا فريق لي ما نهزم حتى احسن دفاع واحسن هجوم لازم نلقاو المهاجمين تاعنا بكثره ونلقاو مدافعين كذلك بكثره. انا نظن باللي بالعمري ولو ماندي قدم تاني قديورا قدم تاني دورة قوية نظن استهلوا 6-7 لاعبين لأن اللاعبين الكبار في 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 منتخباتهم ما بانوش نجم أجاكس واسمه زياش. أنا نظن باللي هاد النجوم الكبار اللي كنا نسناهم ما ظهروش بقوة. احنا شفنا اللاعبين المنتخب الوطني كانوا من احسن اللاعبين في هذه الدوره تاع الكان. نعم حكيونا فقط عن مباراه اليوم يعني كيف تابعتموها؟ هل المنتخب الوطني مصطفى يستحق التتويج؟ هل كانت فيه ضربه جزاء المنتخب السنغالي؟ هل كنت متخوف من السنغاليين ان يعودوا في المباراه؟ كل هذه الامور في حوصله من فضلك. شوف محمد اولا يعني بصفه عامه اليوم القاعده الشهيره تاع اللي تقول ان النهائي يتربح وما يتلعبش اليوم شاهدناه. نعم تشسد في الميدان شفناه ان فريق يعني السيطره كانت يعني للمنتخب السنغال ولكن اليوم نقدر نقول لك المباراه يعني ما داروش الخضر ما داروش نقولها بكل صراحه ما داروش مباراه كبيره هذه لازم نستعرفوا بها. نعم مباراه كبيره يعني كما عودونا يعني عليها في المباراه السابقه. نعم ولكن محمد انا نظن من الاسباب جوستومون تاع يعني الاداء يعني اللي ربما يعني كان شويه متوسط
هو الهدف المبكر. انا بالنسبه ليا جو بونس كو الهدف المبكر هذا ماشي خرجهم حبوا يعني من دقيقه اثنين هما يحافظوا على هذيك النتيجه. ربما هذه جعلتهم شويه وما نضمنش معلومات تاع بالماضي باش نكونوا واضحين ردتهم شويه يحاولوا كيفاش يحافظوا على هذيك النتيجه. ولكن في المقابل شاهدنا تضامن كبير محمد، روح قتاليه كما شفت اللاعبين مبليسي ويلعب يعني هذه. اذا نضمن مباراه كانت صعيبه ولكن فوز مستحق على جال الفوز مستحق للخضر اللي يستحقوا كاس افريقيا. نعم. نعم شكرا جزيلا لك مصطفى كويسي، يلتحق بنا في هاته الاثناء المدرب المغربي المعروف بادو زكي، مدرب سابق للمنتخب الوطني المغربي ودرب في الجزائر نادي شباب بلوزداد. اهلا وسهلا بك بادو زكي. مرحبا بك الاخ محمد وكذلك الاخوه اللي معك محمد كويسي ولكن تابن الشيخ معك تحياتي. نعم. ومبروك للشعب الجزائري والمنتخب الجزائري بهذا الفوز الثمين اللي كنا تقريبا 23 سنه واللي كان بكل صراحه فوز مستحق واللي من بوادر بانت من اول مباراه او من ثاني مباراه امام السنغال. نعم. نعم. في دور المجموعات انك ترشح المنتخب الجزائري هو المنتخب او المنتخب الوحيد اللي عنده مواصفات البطل والحمد لله تنظن بان ما هي هذه المواصفات بادو زكي؟ كيف؟ ما هي هذه المواصفات؟ مواصفات لان تكلمنا على مصر بحكم البلد المستضيف. نعم. الدوره واللي تلعب امام جمهوره في الميدان تاعو واللي عنده لاعبين من العيار الثقيل في الخط الامامي كمحمد صلاح وكذلك اللاعب تريزيكي واللي يمكن لهم يقلبوا الطاوله في اي وقت على اي منتخب، ولكن شفنا عده عيوب. نعم. من الناحيه الدفاعيه يعني من ناحيه المنظومه الدفاعيه، لما كنقول المنظومه الدفاعيه ماشي كنعني بها الربعه ديال الديفونسور والحارس، كنعني بالبلوك كامل. فشفنا عده منتخبات في دور المجموعات سواء الزيمبابوي او اوغندا ولا المنتخب ديال الكونغو الديمقراطيه، فهم خلقوا لي مشاكل كثيره. ولولا حضور الحارس ماسر اللي كان حاضر في الوقت المناسب. نعم. فكنا نتكلموا على نتائج اخرى. نعم. كذلك المنتخب المغربي فهو كان مرشح بحكم الاداء تاعو والسمعه تاعو اللي سبقته، ولكن كان لعب يخصو يعالج الشق الهجومي ديالو لانه كيخلق فرص وما كاينش بدات في مباراه من المباريات غادي يكون الا ما كاينش بدات قد يخلص، وانما ما كناش كنتسناو السيناريو غادي يخلص امام البنين. لهذا فعده منتخبات كان عندها عده عيوب في التوازن الا المنتخب الجزائري. نعم. اللي كان كيعرف يدافع بقوه بالوقت تاعو. نعم. كيعرف يضغط الضغط العالي، كيعرف يخلق فرص جماعيه فرديه من كره ثابته. نعم. فهو اللي كانت عنده مواصفات ديال البطل الحقيقي ديال الدوره، وتنظن بان ما قدمه المنتخب الجزائري والفوز ده اليوم بالمباراه رغم المباراه النهائيه فهي كتربح. نعم. ماشي كتلعب، فهو كيستحق كل ذا واستحقاق على ما قدمه طيله المشوار. نعم. بالنسبة لجمال بالماضي أصبح أصغر مدرب يفوز بكأس إفريقيا، 43 سنة وثلث أشهر، وحطم رقم رينار الذي فاز بكأس إفريقيا وهو في سن 43 سنة وخمس أشهر. ماذا يمكن أن نقول عن جمال بالماضي سي بادو زكي؟ وأنا تنظمت أنا درت أنا كنت كنحلل في قناة تايم سبور وتلاقيت بقنوات جزائريه في القاهره وقلت كلمه واحده كتلخصها كامله، هي قلتها بعباره واضحه، يلا تلعب المباراه الثانيه. نعم. قلت الله يعطي الصحه للماضي لانه نفس المجموعه نفس اللاعبين اللي كانوا كيعيشوا عده انزلاقات وعده لا من ناحية انضباطيه لا كذلك المشاكل ديال المستودع لا من ناحيه كذلك الاداء لا من ناحيه ديك الروح اللي كنا كنعرفوا على المنتخب الجزائري من قبل رغم الاسماء الوازنه اللي كاينه داخل المنتخب الجزائري. ف كان كيصعب لاي مدرب كيجي باش يمكن يلقى ديك التوليفه ويزرع ديك الروح، ولكن بالماضي عرف كيفاش يتعامل مع المجموعه، عرف كيفاش
يخلق منتخب، ما نقولش خلق منتخب، هو خلق منتخبين، وتنظن بأن العمل اللي قام بالماضي في ظرف وجيز وكي لأن كان كان الكل كي يتمنى المنتخب على الأقل يدوز مربع الذهبي، فهو ما داش مربع الذهبي، فهو بتجاب كأس إفريقيا من مصر باش يجيب كأس إفريقيا من مصر يخدم يكون فيه الكري. نعم، بالماضي أكد مرة أخرى المقولة التي كنت تتغنى بها دائما، وهي أن المنتخبات الوطنية خاصة العربية تنجح بالمدرب الوطني. الجزائر فازت في 90 بمدرب وطني بكأس إفريقيا، وفي 2019 فازت بكأس إفريقيا مرة أخرى وبمدرب وطني. هل ما زلت تؤمن بهذه المقولة؟ لم أكن أمن بها بالماضي فأؤكدها. نعم، لان تنظن بان بالماضي كاف العقل الجزائريه كيعرف كذلك التعامل كيفاش يتعامل شريطه تيكون الناخب الوطني، فهو عنده الكفاءه وعنده الشخصيه باش يمكن له يقود منتخب من حجم الجزائر. فتنظن جمال بالماضي فهو كتوفر جميع المواصفات، وتنظن في الوقت اللي جا فالكل كان لان دخل لكاس افريقيا على رؤوس اصابع رجليه يعني بدون حس. نعم، وفي ثاني مباراة عمل جزة وخلى جميع المتتبعين والخبراء ديال الكرة رشحوا المنتخب الجزائري هو اللي عنده مواصفات ديال البطل، إلا إلا وقعت مفاجأة وتنظم التكهنات كاملة فكانت فيتحقق، لأن المنتخب الجزائري عنده مجموعة قوية سواء العمل اللي قام بالماضي وطريقة يتعامل مع جميع المنتخبات وكذلك البونتوش اللي عنده، عرف كيفاش يجيري، عرف كيفاش يوظفو. نعم، الانسان اللي كيخدم فرد كيجازي. سي بادوزاكي، كيف تعامل وتفاعل الشعب المغربي مع فوز الجزائر بكأس افريقيا؟ وكل صراحة انا وراسي كانت فرش المباراة، انا نقصت من التلفازه لان عصرني الدراجي كيخلعني وقوت لي انك نتفرج وهو معصب وكيدير كان انا مرتاح من ناحيه الاجر كنشوف، ولكن بالطريقه باش كيدير الضغط انا مخلوع ومستريسي بقوت لي بغيت المنتخب الجزائري ما تفوتش هذه الفرصه لانها عنده جيل ذهبي والعام اللي قام بالماضي حرام ما يطلعش بالكاس، لان الا كان المنتخب كيستحق الكاس والمنتخب الجزائري اللي ما قدمه جميع المنتخبات في الدورة ديال المنتخب. نعم، فهنيئا للشعب الجزائري، هنيئا للماضي العمل تاعه، وكذلك هنيئا للاعبين. نعم، اللي كانوا رجال واللي دينوا على العلو الكعب ديالهم. نعم، بالنسبه للمغرب سمعنا في الايام الماضيه اشاعه تقول بان رينار قد استقال لتخرج الينا الجامعه المغربيه لكره القدم من اجل نفي هذه الاشاعه، هل انت مع رحيل او بقاء رينار؟ هذه امور بكل صراحه السي محمد هذه بعيده عليا، وكتعرفني ما كنبغيش ندخل في الامور، سواء لان اي جواب تاعي فهو كيتاول لصحاب ذاك الدباب الالكتروني اللي كي يغتنم الفرصة باش يمكن له أي حاجة كنقولها سواء كان سلبية بالنسبة للمنتخب أو إيجابية. نعم، إلا كتأول لهذا فكان نبغي نكون في الحياة. نعم، معليش الجماعة فهي أدرى بالأمور ديالها.